دعاء المسلول، وهو رفيع الشأن جليل القدر، مروي عن الحسين بن علي عليهما السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بسم الله الرحمن الرحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر، يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا ودود، يا محمود يا معبود، يا بعيد يا قريب، يا مجيب يا رقيب، يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم، يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم، يا علي يا عظيم يا حنان يا منان، يا ديان يا مستعان، يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل، يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادئ يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم، يا قاضي يا عادل يا فاضل يا واصل يا فاصل، يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر، يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له صاحبة ولا كان معه وزير،
ولاتخذا معه مشيرا ولحتاجا إلى ظهير ولا كان معه من إله لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا باذخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرح يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالع يا غائب يا من لا يفوته هارب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيثما دعي أجاب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا وتر يا فرد يا أبد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من على فقها ويا من ملك فقدا يا من بطنا فخبرا يا من عبدا فشكا ويا من عصيا فغفرا يا من لا يحوي الفكرا ولا يدرك البصر ولا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العز والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغل شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات
يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد من قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجر المسألات ولا تغشى الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابغ النعم يا دافع النقام يا بارئ النسم يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلام يا ذا الجود والكرم يا من لا يطأ عرشه قدام يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا ظهر اللاجئين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريب يا مؤنس كل وحيد يا ملجأ كل طريد يا مأوى كل شريك يا حافظ كل ضالة يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير يا فك كل أسير يا مغني البائس الفقير يا عصمة الخائف المستجير يا من له التدبير والتقدير يا من العسير عليه سهل يسير يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا ذا الجود والسماء يا من بيده كل مفتاح يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت يا محيا كل نفس بعد الموت يا عدتي في شدتي يا حافظي في غربتي يا مؤنسي في وحدتي يا ولي في نعمتي
يا كهفي حين تعين المذاهب وتسلمني الأقارب ويخذلني كل صاحب يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا كهف من لا كهف له يا كمز من لا كمز له يا ركن من لا ركن له يا غياث من لا غياث له يا جار من لا جار له يا جاري اللصيق يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق فكني من حلق المضيق واصرف عني كل هم وغم وضيق واكفني شر ما لا أطيق وأعني على ما أطيق يا راد يوسف على يعقوب يا كاشف الضر أيوب يا غافر الذنب داود يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود يا مجيب نداء يونس في الظلمات يا مصطفى موسى بالكلمات يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته يا من نجى نوحا من الغرق يا من أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلما وأطغى والمؤتفكة أهوى يوما دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب يا من اتخذ إبراهيم خليلا يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا يا مؤتي لقمعنا الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع ابن نون الشمس بعد غروبها يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنتي عمران يا من حصن يحيى ابن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب يا من بشر زكريا بيحيى
يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فحتمت له على الإجابة، يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشه وبمنتهى الرحمة من كتابه وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعدي سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقل تدعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني ففعل بي ما أنت أهله يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين.